الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى وجهك الكريم. أبنائي الطلاب الصف الأول متوسط، أقدم بين يديكم مادة التوحيد ومع الدرس الثالث وهو بعنوان فضل التوحيد. تمهيد: توحيد الله تعالى هو أفضل الأعمال على الإطلاق، فمن أتى به نال السعادة في دنياه وآخرته. فضائل التوحيد: لتوحيد الله تعالى فضائل كثيرة، أهمها ما يأتي. الفضيلة الأولى يا أبناء الطلاب، الفضيلة الأولى هي الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية الهداية التامة إلى الصراط المستقيم. والدليل على هاتين الفضيلتين قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يلبسوا، المراد بهذه الكلمة يخلط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى، لأن المراد بالظلم ما هنا المراد به الشرك. لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، والمراد في الآخرة أنهم مأمونون من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن وحد الله تعالى ولم يخلط توحيده بشرك فإنه يحصل على أمرين: الأول الأمن في الدنيا والآخرة، والثاني الهداية التامة إلى صراط المستقيم. أن من وحد الله سبحانه وتعالى فسوف يهديه الله صراطا مستقيما. والظلم هنا هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلما عظيم. ننتقل أبنائي الطلاب إلى نشاط واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك نوعا من أنواع الظلم، وهو أعظم الظلم. أبنائي الطلاب، ما الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الآية الأولى؟ اثنين، ما الذي نتوقعه من الصحابة رضي الله عنهم بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية؟ ننتقل أبنائي الطلاب إلى الفضيلة الثالثة، أن الله تعالى أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فلقد تفضل الله تعالى على عباده الموحدين بأن جعل لهم حقا أوجبه على نفسه تكرما منه وفضلا، وهو أن من وحد الله ولم يشرك به شيء واجتنب الكبائر أدخله الله الجنة ولم يعذبه. من اجتنب الكبائر مثل شرب الخمر وقول الزور وما شابه، من اجتنب هذه الكبائر ولم يشرك بالله شيئا أدخله الجنة ولم يعذبه، وذلك هو جزاء أهل التوحيد. والدليل على هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وفيه: وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ننتقل أبناء الطلاب إلى الفضيلة الرابعة، تكفير الذنوب. فمن وحد الله تعالى ولم يشرك به شيئا ومات على ذلك فإن الله تعالى إذا شاء غفر له ذنوبه جميعا، وهذا يدل على سعة رحمة الله وجوده على أهل التوحيد، كما يدل على كثرة ثواب التوحيد وتكفيره وتكفير الذنوب. فحسنة التوحيد عظيمة، فهي تكفر الخطايا إذا لقي الموحد الله وهو لا يشرك به شيئا.
والدليل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ومن لاقياني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. بقراب ملء أو ما يقارب ملئها. خطيئة الخطيئة هي الذنوب والمعاصي. لا يشرك مات سالما من الشرك. أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم عزيز جليل سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعها، يدخل من يشاء في رحمته، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والمراد بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أتاه الإنسان ملء الأرض خطايا ولكنه لم يشرك بالله شيء، إذا شاء الله غفرها. ننتقل أبناء الطلاب إلى الفضيلة الخامسة، أن التوحيد يحرر الإنسان من التعلق بالشرك. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر الإنسان من التعلق بالناس والخوف منهم ورجائهم والعمل لأجلهم. فالموحد متعلق قلبه بربه، فلا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا إياه، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه. وبهذا تتحقق له الطمأنينة والراحة والعزة والشرف. والدليل على هذا قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ننتقل أبناء الطلاب إلى الفضيلة السادسة، تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. من شهد بالتوحيد وعمل بمقتضاه مجتنبا للكبائر ومخلصا لله تعالى فإن الله تعالى يحرمه على النار. والدليل على هذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ننتقل أبناء الطلاب إلى الفضيلة السابعة، ثقلت في ميزان العبد يوم القيامة. فالتوحيد أثقل شيئا في ميزان العبد يوم القيامة. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أأمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين، أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث الفضيلة الثامنة، دخول الجنة. فمن شهد بالتوحيد وعمل بمقتضاه بفعل الطاعات واجتناب الكبائر والموبقات دخل الجنة. ومن شهد بالتوحيد ووقع منه تقصيرا في العمل فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن ما له إلى الجنة من أجل حسنة التوحيد. وهذا يدل على عظم فضل التوحيد، عظم فضل التوحيد. والدليل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المراد بالله هنا تكلم بها عارفا لمعناها، عامل بمقتضاها. من شهد أن لا إله إلا الله عارفا لمعناها وعامل بمقتضاها، عبده وأن محمدا عبده وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بصدق ويقين،
أن عيسى عبد الله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله بصدق ويقين. وكلمة ألقاها، والمراد بكلمة ألقاها، وشهد أن عيسى كان بكلمة كن التي أرسل الله بها جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها وروحا، وشهد أن عيسى روحا من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى فقرة ألف، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن محمدا عبده ورسوله، فيه ردا على طائفتين الغلاة والجفاة. أما الغلاة فهم الذين رفعوه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى، والمراد بهم من جعل النبي صلى الله عليه وسلم إله واتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء غلاة. وأما الجفاة فهم الذين جحدوا نبوته وتركوا الإيمان به وبما جاء به. الجفاة هم الذين تركوا ولم يؤمنوا بالرسالة، ولم يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا نسميهم الجفاة. أما الغلاة هم الذين رفعوه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم. فقوله عبده رد على الغلاة الذين جعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وقوله ورسوله ردا على الجفاة الذين أنكروا رسالته صلى الله عليه وسلم. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله فيه ردا على طائفتين الغلاة والجفاة. أما الغلاة النصارى فهم الذين ادعوا ألوهيته، وهم الذين ادعوا ألوهيته تعالى عن ذلك، يعني اتخذوا عيسى إلها من دون الله سبحانه وتعالى ورفعوه فوق منزلته وجعلوه إله. وأما جفاة اليهود فهم الذين جحدوا نبوته، لم يؤمنوا بعيسى وجحدوا نبوة عيسى عليه السلام. فقوله عبد الله ردا على الغلاة، وقوله ورسوله ردا على الجفاة. ومعتقد المسلمين في عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، معتقد أهل الإسلام والمسلمين أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، أي عبد من عباد الله ورسول من رسله عليهم السلام. ننتقل أبناء الطلاب ونضع علامة صح في المربع المناسب أمام الآتي. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، نضعه في الشرك أم في ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي أم في ظلم الإنسان غيره؟ 2. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، نضعها في الشرك أو في ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي أو في ظلم الإنسان غيره. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نضعها في الشرك ولا ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي ولا ظلم الإنسان لغيره. ننتقل أحبابي إلى التقويم، أعدد ثلاثة من فضائل التوحيد. السؤال الأول أعدد ثلاثة من فضائل التوحيد مع الدليل. السؤال الثاني ما تفسير الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثلاثة وصف نبي الله عيسى بأنه عبد الله ورسوله، فماذا نستفيد من وصفه بالعبودية والرسالة؟ نكون كذا يا أبناء الطلاب قد أنهينا درس اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان.